الصبغيه لكي نعم الاستوائيه. اذا كان وقف الانقسام في المرحله الاستوائيه. ها نعم. ها كيف تكون هذه الصبغيات؟ نعم ملولبه مضاعفه، يعني كل صبغي يكون مضاعف مكون من صبيغيين. وانتبهوا لهنا. اذا البنيه ديال الصبغي كناخذوا الصبغي في المرحله الاستوائيه، صبغي استوائي. هذا الصبغي الاستوائي عنده طرفين. إذن عندي طرف يمكن يكون قصير يمكن يكون طويل، ويمكن يكون الطرفين متساويين. إذن هنا راني وضعت لكم طرف قصير طرف طويل، هذا نسميه صبيغي وهذا صبيغي. يعني الصبغي ديال المرحلة الاستوائية هو صبغي مضاعف ومشقق طوليا مكون من صبيغيين، عندي جوج ديال صبيغيات، هذا نسميه جزيء مركزي سنترومير، هذا عندي هنا طرف قصير، هذا طرف طويل. يمكن يكون الطرفين متساويين، كنقول ان برا هنا لون برا كور، عندي هادو صبيغيان، هذا صبيغي وهذا صبيغي، صبيغيان بالفرنسية نقولو كروماتيد. هنا عندي دو كروماتيد صبيغي، كنستعملو مصطلح كروماتيد. إذن هذا صبغي ديال المرحلة الاستوائية، هذا رسم تخطيطي لصبغي استوائي، يعني ينتمي للمرحلة الاستوائية. ووضعوا ألف بنية الصبغي ورسموه، يلا بسرعة انتبهوا لهنا. قبل التطرق إلى مكونات الصبغي غير بالنسبة للبنية، وانتبهوا لهنا، ذبابة الخل غادي ندرسوها في القوانين الإحصائية، عندها دوزان تساوي 8، يعني كم من زوج؟ 4 الأزواج. وانتبهوا لهنا، ضعوا الأقلام، دوزان تساوي 8 يعني عندي 4 أزواج، 4 أزواج، هذه راه عندكم في الكتاب المدرسي رجعوا لها. من بين هاد الأزواج عندنا جوج ديال الصبغيات كيتظهروا تحت المجهر على شكل نقطة، نقطتين، هذا كيتسمى صبغي نقاطي، يعني كروموزوم بانكتيفورم، كروموزوم بانكتيفورم كي لا فورم دان بوان. هذا عنده الجزيء المركزي وعنده الطرفين قصيرين، يعني بحال هكذا، عندي هكذا، هذا الجزيء المركزي. هذا عندما يقع له التلولب الصبغي كيتلولب كيصبح هذا الجزء كامل هنا وهذا الجزء كامل هنا، وكيعطيني واحد الشكل ديال نقطة. وإلا عطاوكم الخريطة الصبغية ديال ذبابة الخل راه عطاوها وعطاوها. إذن تا هادو تحسبوهم ضمن الأزواج، كاين التلامذ اللي هادو يهملهم ويدير دوزان تساوي 6 بدل ما يكتب دوزان تساوي 8، يعني تا هادو راهم
صبغيات، هي ايضا صبغيات ولكن عندها الشكل ديال النقطه، غير هادو كيكونوا قصار كيتلولبوا كيعطيوني يعني واحد الكتله بجوار الجزء المركزي، وكنلاحظوا بحال اللي غير نقطه نقطه، مفهوم؟ اذا الصبغيات عندها اشكال متعدده. المكونات ديال الصبغي، باش نعرفوا المكون ديال الصبغي انتبهوا لهنا. من بين التفاعلات اللي كتكشف ان واحد التفاعل يدعى تفاعل فولجان، هذا التفاعل فولجان كيلون بالاحمر الاد دي ان، يلونوا بلون احمر الاد دي ان. في الكتاب المدرسي عندكم لون الصبغيات بلون احمر، هذا التلوين اذا الى لونا الصبغيات كتظهر لنا حمراء. ما معنى هذا؟ معناه ان المكون ديالها الاساسي هو الاد دي ان، يعني من بين المكونات الاساسيه عندي الاد دي ان. الى خدينا واحد الصبغي تابعوا لي هنا وعرضناه ثبتناه، هذا الصبغي نثبتوه، هذا راه عندكم في وثيقه، وغادي نعرضوه لمفعول انزيمات هاضمه للبروتينات. يعني هنا ما عنديش غير الاد دي ان، عندي البروتينات مع الاد دي ان، بروتينات مع الاد دي ان، غادي نهضموا البروتينات. كي نهضموا البروتينات الاد دي ان، هنا عندي جزيئه في هذا الصبيغي وجزيئه في هذا الصبيغي، الجزيئه ديال الاد دي ان غادي تنتشر من حول الصبغي، يعني الصبغي فيه بروتينات وفيه الاد دي ان. البروتينات غادي نهضموها بالانزيمات نفكوها، والاد دي ان ينتشر من هنا. ما الذي يتبقى هنا؟ يتبقى الاثار ديال الصبغي، غير الاطراس ديالو. اذا هذا كنطلقوا عليه مصطلح شبح الصبغي، يبقى غير الشبح ديالو، غير الاطراس ديالو هنايا. وما ينتشر من حول يعني هذا المكان اللي كان فيه الصبغي الاد دي ان، عندنا جزيئتين، هنا جزيئه وهنا جزيئه. هذه الجزيئه كانت مع بروتينات مكثفه، هذه كانت مع بروتينات مكثفه، كي نهضموا هذه البروتينات كتنشر من هنا. راه عندكم واحد الوثيقه يعني ما يلاحظ تحت المجهر، وعلى الجانب عندكم رسم تخطيطي بحال هذا، مفهوم؟ هذه الوثيقة هي اللي راه عندكم فيها فيغور أن و تروا، لا فيغور نيميرو أن ولا فيغور تروا، وها هي هنايا على اليمن عندكم الرسم التخطيطي، راكم لاحظين، وراه مكتوبة فونتوم دي كروموزوم إكلاتي، راكم شايفينها فونتوم دي كروموزوم إكلاتي، كتبوا فوقها شبح الصبغي، شبح الصبغي، شبح الصبغي، شبح الصبغي. ولتحت راه عندكم اد دي ان ديرولي، ماشي غير ديرولي فقط، وانما راه مبسوط، وكتبوا خويط الاد دي ان المبسوط، خويط الاد دي ان المبسوط، المبسوط فوالا. واللي راه عندكم في لا فيغور نيميرو ان يعني الحقيقه، صوره حقيقيه، هذه غادي ديروها، راكم دايرين مكونات الصبغي لصقوها بحال هكذا على اليمن، على اليمن، وغادي تكتبوا هنا، مفهوم؟ بداو تكتبوا من هنا، يلا يبين تفاعل فولجان، يبين تفاعل فولجان، ها فولجان، يبين تفاعل فولجان، فولجان، يبين تفاعل فولجان الذي يلون نوعيا، الذي يلون نوعيا الاد دي ان بالاحمر
الذي يلون نوعيا الأدان بالأحمر أن الصبغي مكون من الأدان أرجعوا للسطر. تبين الوثيقة جانبه صبغي تم تعريضه لمفعول الأنزيمات الهاضمة للبروتينات وبذلك تم بسط خويت الأدان المكون للصبغي نقطة. ما يظهر في الوسط هو شبح صبغي ديروا وضعوا بين قوسين آثار الصبغي غير الآثار ديالو شبح الصبغي وما يظهر حول هذا الشبح هو خويت الأدان المبسوط في هذه الوثيقة اللي لصقتوها راه عندكم فيها واحد المستطيل في الوسط شفتوه فيغور دو غادي نكبروا هذا الجزء غادي نكبروه راه مكبر عندكم هنا في لا فيغور 4 خذوا لا فيغور 4 غادي توضعوها في هذه الوضعية هكذا الوثيقة اللي ثبتناها اللي راه عندكم فيها رقم 4 وهي التفاصيل ديال هذا الجزء مفهوم هذا اللي راه يظهر لكم على اليمين جزء من شبح الصبغي هذا جزء من ديك الآثار ديال الصبغي واللي راه يظهر لكم من هنا على اليسار هو خويت الأدان المبسوط هذا الجزء هذا هو جزء مهمل من جزيئة واحدة من الأدان شوفوا الطول شتو هذا غير واحد الجزء صغير من جزيئة واحدة ديال الأدان معناها جزيئة الأدان هي عبارة عن جزيئة كيف هي عملاقة جزيئة ضخمة هذا غير واحد الجزء صغير من الجزيئة ديال الأدان لأن هنا انتبهوا لي هنا هذا الصبيغي راه مكون من جزيئة وهذا الصبيغي مكون من جزيئة هنا راه مبسوطة جزيئة وهنا راه مبسوطة جزيئة هنا راه تم تكبير في ديك الصورة واحد الجزء ديال صغير من جزيئات الأدان صافي يلا وضعوه
تمثل هذه الوثيقة بالجانب ديالها، تمثل هذه الوثيقة تكبيرا، تمثل هذه الوثيقة تكبيرا، تكبيرا تمثل هذه الوثيقة تكبيرا لجزء، لجزء من الوثيقة السابقة، لجزء من الوثيقة السابقة. نقطة، نلاحظ على اليمين، نلاحظ على اليمين، نلاحظ على اليمين جزءا، جزءا من شبح صبغي، نلاحظ على اليمين جزءا من شبح الصبغي، وعلى اليسار، وعلى اليسار جزءا، جزءا من خويط الأدئن المبسوط، جزءا من خويط الأدئن المبسوط.